مرحبا، معكم غيدة مرزوق. اليوم أنا كثير سعيدة إنه سيدة التقيت فيها من فترة، تقريبا من يمكن مش أقل من سنة يمكن التقينا ببعض، كانت بعدها موجودة بأستراليا وعم تحكي عن لبنان وقلبها محروق على لبنان، عم تشتغل كل شيء بتقدر تعمله للبنان. كانت عم تشتغل على فيلم إنف، وفعلا كان شيء هذا الشيء مش مقبول، لأنه كان كل الناس عم نقول خلص بكفي. فيلم حاز على نجاح كثير كبير وانعرض بكل أنحاء العالم وحاز على جوائز بكل أنحاء العالم. هي صحفية، أول شيء كانت عم تنزل على لبنان لحتى تشتغل على فيلمها، بس من بعدها نقلت كليا إلى لبنان. تحية كثير كبيرة لها، الصحفية والمخرجة دايزي جدعون. دايزي، هلو أند ويلكم تو لبنان. هاي غدا، I'm so happy to be here. ميرسي كتير كتير مبسوطة. حبيبتي اشتقت لك كثير، وكنت كثير كثير سعيده من بعد ما تعرفنا على بعض اوفر سيز، ومن كندا انا وانت باستراليا تعرفنا على بعض فيزيكلي بلبنان وقت البريمير الاساسيه الكبيره اللي صارت لإناف بلبنان، وهذا الشيء فعلا كان كثير بكبر القلب. وعن جد النجاحات الكبيره اللي حققها الفيلم، وخاصه وانه موضوعه كان كثير كثير كبير، يعني بلشتي من موضوع وانتقلتي من موضوع الى اخر، لانه لبنان للاسف الشديد ما عم بيطلع من مصيبه الا مفروض بمصيبه ثانيه. وبعدين قررتي من بعد ما خلصتي كل الجوله تبعت الفيلم تقعدي وتستقري بلبنان. هيدي الشغله منا واحد بتقبلها بسهوله، بلاقيها فعلا شغله خطوه كثير مهمه، وانا فخوره فعلا فيك انك رجعتي قعدتي بلبنان، لانه كلنا بنطمح نرجع نقعد ببلدنا الام. خبرينا بالاول شوي من بعد ما برم إناف، وكيف كانت الجوله تبعيته، ان كان بالنسبه للعروض وان كان بالنسبه للحفلات وان كان بالنسبه للجوائز. العرض للفيلم كان كتير amazing، يعني ما فيني خبركم قديش كان أنا فرحانة فيه، بس الجواب والرياكشن كان كتير ما كنت مستوعبة اللي حيصير هالقد. المهم فيها إنه ما إنه يزقفوا لي أما يزقفوا للفيلم، الوعي اللي صار بين الشعب، الوعي بالعالم، ما بس لبنانية، الأجانب بس واللبنانية برات لبنان، وخصوصاً لبنانية بقلب لبنان. وشو قلتي مزبوط، وقت كنتي هاني وعملنا العرض بلبنان الافتتاح، وبعدين برمنا لبنان، يعني افتحناه بالسينمايات للعالم كله على 6-7 جماع، بس شفنا انه في ناس كتير ما بيقدروا يروحوا على السينمايات. قررنا ناخد الفيلم على تور or a road tour شو بيقولوا للساحات والمناطق البعيد للشعب بالضيع، تيقدروا يشوفوا تيفهموا، وقبل الانتخاب تنشجعهم تيروحوا ينتخبوا للتغيير ان شاء الله ويساعدوا لبنان. So انا كتير I was so happy، وكان بإيدي لان ما بتعرفي يعني دايزي عن جد الفيلم يعني اجى بوقته، لانه عن جد كان بوقتها مرحله مفصليه لحياه لتاريخ لبنان، كانت وقت الانتخابات كانت واصله، وكانوا كل الناس فاقدين الامل كليا انه ما بدهم ينتخبوا، ما راح يغيروا شيء، ما راح يعملوا شيء، ولا اللي برا اللي موجودين خارج لبنان ولا اللي بقلب لبنان. فعلا الفيلم كان وقت عرضه كثير اساسي، لانه فعلا كان عم بيعطي وعي لهم ويعطيهم دفشه روحوا انتخبوا. هذا الشيء اللي كان عم بيصير برا، ومن يعني كمان عمل دفشه كمان للناس اللي عايشين برا انه لما شافوا الفيلم، وللي عايشين بلبنان، وكمان الحمد لله كمان يعني العالم اللي انتخبوا برا كمان كل الحضور وكل الاغتراب اللي كان موجود برا، يعني كمان لما راح وهو كمان شارك بالانتخابات كان فعلا رول موديل اساسي جدا للي عايشين بلبنان، لانه كل الناس من بعدها تحمسوا وشافوا هالشيء، وكمان هذا الشيء كان من اثر عليهم ايجابيا وراحوا انتخبوا. سو فعلا هذا الشيء كان له نتيجه كثير 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 مهمه. بعدين لما اخذتي القرار ترجعي وتعيشي بلبنان، كيف صار هذا القرار؟ يعني أنا السنة الماضية وقت رحت على كان وشفت الجواب بكان وبرمنا على الفستيفالات على المهرجانات، كنت عم بلش فكر إنه الشغل ما بيخلص بالفيلم، يعني في شيء لقدام وفي بعد في شغل كتير. ومن هالسبب طلع الجملة This is not a movie, this is a movement. صحيح 100%. And أنا حسيت إنه تكفي شغلي، تكفي الميشن، الطلب مني الله، لأن أنا والله
ما طلع من راسي، طلع نزل من الله هالمسؤولية. صحيح، مسؤولية كبيرة كانت على ظهرك، ومثل ما قلتي يعني هذا مش فيلم، هذا تحرك أساسي، لأنه فعلا عمل تحرك كتير كبير الفيلم يعني، وهذا الشيء عملتيه بمجهود كتير كبير امتد على مدى 4 سنوات، مش أنه هاليوم ويومين يعني قدرت تعمل الفيلم. مزبوط، 4 5 سنوات، بلش ب 2016 عمل دراسة وتصوير ب 2017، بس خلصنا ب 2021. صح. So وقت اللي كنت عم فكر رجعت على استراليا سنة الماضي بعد ما برمنا، وقلت لهم لأولادي أنا رح أنقل على لبنان، يعني حضروا حالكم. وابني كان عم بخلص آخر سنة بالمدرسة، سو ارتحت شوي انه البنات اثنين كبروا كانوا بالجامعه وابني كان عم بخلص، ارتحت وريحني اكثر وقت اللي كنت عم ببرم العالم وعم شوف لبنانيه، عم اتعرف على الاولاد اللبنانيه اللي عم بيقولوا لي قصصهم انه هن they had to انجبروا يروحوا. انجبروا وأهلهم والبيتهم والبلد، عمرهم 16 عمرهم 17 عمرهم 18 تيروحوا يتعلموا برا وقاعدين وحدهم. قلت إذا هالولاد فيهم ولادي بيقدروا يعدوا بلاي، عندهم بيهم هناك وعندهم أهلهم وعندهم عائلتي يعني على ليلي عندهم. سو من هالسبب ارتحت، بس قلت إنه وقلت لهم إنه بعتذر، بس هلأ وقت اللي بدي اشتغل لبنان، وهلأ لازمني روح قاعد ومثل ما قلت اغرق بالمشاكل، اغرق بالقصص، اغرق يعني المصيبة تأفهمها تقدر وصل الرسالة، وصل الأخبار لبرا، وكمان يعني ساعد شاب هوني بطريقة يعني أنا فيني ساعدهم يعني انا هيك فيني. ما بدنا حدا بقى يغرق يعني عند اولادي. مشاكل الغرق عم بتصير بشكل كتير كبير، وشي كتير مرعب، وشي كتير فعلا يعني مش بس بحزن، بيخزق يعني كمان واحد زي بده يقول. بس انت كمان فعلا مثل ما قلتي نقلتي على هالمشاكل اللي عم بتصير، بس نحن مثل ما عم نقول عم نجرب نطلع من هالمشاكل يعني لها سبب رحتي، لحتى ان شاء الله بتكوني كمان جزء من الحلول، وجزء من كمان واحد كيف بده يقدر يمد ايده ويساعد الشعب اللبناني ويساعد هالبلد لحتى يقدر هو كمان بطريقته المعينه، لانه كل واحد منا قادر يساعد بطريقه مختلفه يعني. انتوا كانه واحد انت كصحفيه وكمخرجه قادره صوت تسلط الضوء على امور معينه وتقدر تساعدي لبنان بشكل كتير كبير من خلال طريقتك انت الخاصه. فهذا شيء يعني فعلا مش سهل يعني، مثل ما قلتي هلا شفنا بنتك، هلا قبل شوي تعرفت على بنتك، انا هلا بنتك جايه ضاعت فتره بلبنان وراجعه رايحه على استراليا. مزبوط، جاية تساعدني، she's my personal assistant، لأن كنت عم تساعدني بأستراليا وقالت قررت تاخذ سمستر من الجامعة وتجي عم تتعلم اللبناني بأستراليا، عم تتعلم عربي ومغروقة كمان بقصة بتحب لبنان كتير، وقالت إنه هيدي فرصة ما بيجي كل يوم. سو هلأ عم بتساعدني وعم يعني بتتعب معي كتير حرام، لان يعني رحنا اخذتها على 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 البحر مره بس يعني صار لها شهرين هون سبا، بس يعني هلا وقتنا نشتغل. بس يعني عم تنبسط وعم تقلي انه مبسوطه كثير هون، يعني عندنا جو عندنا تيم هون. هلا اسست تيم بلبنان، عم بوظف ناس يساعدونا، وأحسن ما وظف برا، عم بوظف شجع ناس وعم يشتغلوا للفيلم بس للقضية. سو so, هن يعني كلهم young people عندهم بعد عندهم أمل بلبنان، وهيدا أهم شيء قلت لهم وقت اللي كنت عم صح عم بوظفهم، إنه إذا ما عندهم أمل ما لازم يشتغلوا معي، لأن أنا أمل يعني الأمل عندي إياها للسماء يعني. صح. وانا بعرف انه في حل للبنان، بس بدنا ندل على الطريق دل نشتغل فيها. سو وانا كثير مبسوطه فيهم، ومثل ما قلتي عن المغتربين الدياسبورا اثروا كثير 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 بهالانتخابات، والدياسبورا عم بيساعدوني، وفي ناس كثير بشكرهم كثير انه شجعوني وساعدوني تنعمل عرض بلبنان ونفهم الناس.
بس الدياسبورا ما بعرف إذا بتعرفي نتيجة الانتخابات العدد شو صار. يعني بنعرف إنه في 144 ألف من المغتربين اللي صوتوا من 240 ألف، يعني هوديكي حرام يعني السفارة بعتتهم من واحد مهمال وواحد مهمال، يعني في عدد كبير. أنا شفتهم هدول لأنه أنا كنت كل نهار بالانتخابات بموريال، يعني تقطع قلبك إنه في ناس كلهم اجوا وقتها لحتى ينتخبوا، وكانوا مسجلين اوريدي اساميهم ومسجلين كل شيء عندهم هون بال يعني بسجل النفوس تبعهم، وصلوا لي واسمهم مش موجود لا هن ولا عائلتهم، يعني راح مئات الاصوات هيك، يعني هذا عم نحكي بس بموريال بمركز واحد مئات الاصوات راح بالخارج، لانه كل الناس ما يعني سجلوا اساميهم قبل، وكان فيها المشكله الكبيره لانه هالقانون الانتخاب العاطل والكارثه يعني اللي عم بيصير ما قدروا يخليهم ينتخبوا مزبوط، وهن اشخاص بدهم ينتخبوا من قلبهم. وهذا الشيء كمان نفس الشيء بلبنان صار، لانه في كثير ناس يعني عم بيكون عندهم هذا الامل هالقد ضعيف، بدهم بس حيلا شيء لحتى يعني يا اما يفقدوا الامل يا اما عن جد يقوي لهم الامل. وانا وياك من الاشخاص اللي الحمد لله كثير متفائلين، وهذا الشيء بحبه انا وياك فينا، انه انا بيقولوا لي منين جاي بهالتفاؤل؟ منين بدلك حاسه انه لبنان رح يرجع يقلع ورح يرجع؟ بقول لهم اعطيه فرصه، اعطوه فرصه رح يرجع يقلع، ما معقول يضل لبنان هيك، بده يرجع يوقف على اجريه ويقلع من جديد، بس ما فينا نفكر انه هيك اوفر نايت، لا كله بده فرصه، اعطوه فرصه وكونوا دائما انتم مآمنين فيه، لانه اذا ما هيك ما بكفي. وهذا الشيء فعلا انا وياك عندنا اياه بقوه كثير، انه منين جايبين التفاؤل؟ موجود، ربنا عطينا اياه ونحن عندنا ايماننا بلبنان. معك حق، بس ما بس الامان بكفي، بدي اليوم كنت عم بحكي مع شخص قال لي يعني هيدا المزبوط، انه بدك تفكر، بدك تقرر يعني بلان، وبعدين بدك تنفذ. نحن يعني في تفكير لازم نفكر مزبوط، بدنا نعمل بلان وبدنا ننفذ، وهيدا الطريقة اللي أنا بشتغل فيها كل عمري، وهيدا الطريقة اللي خلصت الفيلم، وهيدا الطريقة اللي عم بشتغل فيها هلأ، وفي ناس كتير عم بيشتغلوا بهالطريقة. ما في بس أمل، بالأمل أهم شيء بالأول، بعدين بدنا نحط خطة الطريق كيف بدنا نوصل لها. وفي ما فيني فسر لك اياها بالانجليزي بالعربي، بس معلي فسريها بالانجليزي ما تعتلي هم. مارتن لوثر كينج جونيور كلنا بنعرفه، ذا بيجست سيفل رايتس اكتيفست بالعالم بال 60s، وقت اللي كان يعني وقت اللي قال لهم اي هاف ا دريم. مظبوط، ذا اي هاف ا دريم كينج، هو قال ذا ارك اوف ذا مورال يونيفرس bends towards justice, but we must remain steadfast in our commitment to see it to its completion. يعني العالم الدنيا بتحقق لنا حقنا، بس only إذا نحنا من دال ركزين عليها وماشيين فيها ونوصل لها. ما بس نتركها، بدنا ندال ماشيين تنوصل لها حتى نقدر نحققها. هيدا فعلا اساسي، يعني حتى هيدا الشيء بنعرف قديش اساسي كمان لما بيكون لا سمح الله واحد عنده مرض، حتى لو كان قد ما كان المرض صعب وخبيث، بنقول معنوياته الامل اللي عنده هي لحالها مش 50% من الشفاء، هيدي تقريبا 90% من الشفاء، لانه فعلا بتغير كل شيء. وهيدا طريقه النفسيه والوعي والامل بتخلي للواحد يتخطى اي مصيبه، حتى لو كانت مرض للاسف لا سمح الله يكون جسدي حتى بنفس الشخص. هون الوطن بحاجه لالنا نكون هالقد قوية ونكفي. هلا المعروف والحلو باللبنانيه انه كمان عندهم هالبرسيفيرانس، يعني عندهم هالقد عندهم هالقوه التصميم، وهالقد عندهم قدره التحمل كمان، يعني عندهم اياها بيقدروا يتحملوا كثير اشياء، لانه بنشوف هلا بلشوا بلاد برا يصير عندهم قطع كهرباء، وعم بيصير عندهم مشاكل وتضخم بالاسعار، عم بيصير عندهم مشاكل كثيره. بنقول نحن بلبنان، يعني كانوا يسموا لبنان زمان سويسرا الشرق، بس هلا للاسف يعني كمان هلا سويسرا اللي عم تعمل اربع ساعات تقنين باوروبا، صرت هلا قال لهم هلا صار فيهم يسموا سويسرا لبنان، لبنان اوروبا او لبنان الغرب اذا بدهم، يعني يسموا سويسرا. بس انه فعلا صرنا بنشوف انه اللبناني هذا شيء منيح وبيزعل، لانه عنده هالقوه التحمل هالقدره الكبيره، وقت تزعل يعني بتقول طب شو مخدر لحتى هالقد قاعد مش عم يقدر يعمل شيء، وبنفس الوقت بتشوفي منهم ما قادرين بقى يتحركوا، ما قادرين يتنفسوا ويتحملوا، بتشوفيهم نزلوا على المصارف يطالبوا بحقهم. وهذا الشيء نحن ما بدنا نعنف، بس بدنا كمان واحد يعطي حقه للبني ادم، بدنا يعيش بامان وسلام وياخذ قد حقوقه وياخذ اهم حقوقه، ويقدر يحس حاله عايش براحه باله بصحه منيحه وبمحبوحه، مش يحس حاله يا عمي عم تشحدوه وانا دول له.
Yes. هيدي المصيبه الكبيره بلبنان يعني، عرفتي؟ بتقولي له انه بيقول لك ايه مخدرين، ما بقى عم بيحسوا بشيء. لا ما هم مخدرين، بس شو بدهم يعملوا؟ شو بيعملوا؟ لا كسروهم كسروهم. على البنوك شو بيعملوا؟ طيب بعدين عرفت حيقتلوا بحالهم. مظبوط. يعني في انا عملت مقابله مع واحد شخص كثير مهم، البير مخيبر، بركي بتعرفي، عايش بفرنسا. اكيد هيدا الدكتور مش معقول، هيز سايكولوجيست نيورو ساينتست. عملت مقابله معه لان هلا بنفوت فيها، بس شو عم بعمل؟ عم بخبرني انه التاثير على السايكولوجي تبع اللبنانيه هون، هيدي طريقه عم بيعملوها عن قصد الدوله، ولا عم تكسروا لنا الامل، تكسروا لنا اي يعني هوب، feeling of possibility. لأن it's بالسايكولوجي، it's a في plan، في درجات. مزبوط. وعم بيفسر لي إياها إنه هيدا عم بيعملوه عن قصد تيكسروا الشعب، كسروا أمل الشعب يقبلوا شو ما كان، يصيروا دخيلهم بس يعني بحفون، يعني عم بحفوا الشعب ويفقروه، يعملوا له خلص يسحبوا منه كل شيء، حتى يصير يقول لهم دخيلكم بس خلوني أعيش، خلوني أتنفس، خلوني بس اكل لقمه، خليني اخذ دواء. يعني هيدي المصيبه الكبيره، انه فاكرين انه هيك قادرين، هيك عم يعملوا لحتى يعملوا كل شيء ويخلوا يعني الشعب يصير للاسف الشديد مثل عبد عندهم، يعني لا سمح الله فشلوا على رقبتهم، بس لحتى يصير يقول لهم دخيلكم شو ما بدكم، خذوا اللي عندي اللي بدكم اياه، بس اعطوني على لولي اقدر اتنفس، اقدر اعيش واعيش عائلتي. هيدي عم يشتغلوها اكيد، هذا مخطط مظبوط كامل يعني. مخطط مجرمين، مجرمين ارهابيين 100%، واحد ما في يعطيهم اسم ثاني ابدا ابدا. لا. أبداً يعني أبداً. شو بيزعلني انه بعد في ناس مقتنعين فيهم، مسكين فيهم، هدول حيجننوني، هدول اللي مسكين فيهم، هدول ما بفهم هدول شو بيعملوا، هن مكسرين وبعدهم عندهم امل فيهم. يعني حرام، ما يعني بزعل عليهم لان حرام شو فيه، يعني ما عم بفوت ما عم بيشوفوا. بس يعني اتس يعني في كان في مثل من نوستردامس، اما واحد كتب انه بيجي ايام اللي منشوف بعيوننا قدامنا الحقيقه ما رح نصدقها، ما رح نصدقها، رح نسمع لكلام ناس نصدقهم، وما واللي عم نشوفها ما من يعني وهيك عم بيصير مع ناس انه قدامهم مكسرين وكل شيء وحياتهم راحت، والرأسة تبعهم عم بيقول لا لا يعني نحن ما قلنا حق، بس انتو يعني رح نصحح البلد، رح نعمر البلد، رح نرجع. وعم بعد عم بيقتنعوا فيهم، يعني انا حرام يعني. هيدا لا هيدا الشيء اكيد بجننك لما بيقولوا لك ايه، بتقولي لهم ايه كلهم يعني كلهم، بيقولوا لك ايه كلهم يعني كلهم الا فلان، الا فلان ما في الا، خلص ما بقى فلان، خلص ما بقى كله كله بزباله، بقبول يتولع فيهم ونخلص منه بقى كلهم سوا يا رب. بس انا هون بدي احكي هلا دايزي، مثل ما انت جيتي اول مره وقتها على لبنان، كنت كمان باول العشرين وانغرمتي بلبنان، كنت وقتها كل حياتك عايشه باستراليا، مثل ما هلا عم جيبي بنتك وعم تشوفيهم هلا على لبنان، وكمان عم تشوفيهم كيف عم ينغرموا بلبنان، قد ما هالبلد بيطير العقل وحلو، بس بحاجه لحتى بقى خلص يزيحوا عنه بقى كل هالارهابيين والعاطلين وهال يعني انا ما بسميهم سرامي، بسميهم سرامي عتيقه، لانه السرميه بتعوزيها يعني بعد هدول عتيقه بعد، فهدول حتى نخلص من سماهم ونخلص بقى منه، يروحوا يعملوا شيء ثاني بقى يفكوا عنا ويخلوا البلد يستلموا ناس جداد بيفهموا ديسنت بيبل وشرفاء، وما بدهم يسرقوا حدا، بهمهم مصلحه الوطن عقبال ما نقدر نشوفهم هدول ان شاء الله على حياتنا مش على حياه احفاد احفادنا، يعني هيدا اهم شيء. بدي اقول انا لما هلا انت رجعتي وجيتي وقعدتي بلبنان، شو هلا اللي عم تشتغلوا، شو هو المخطط تبع دايزي على صعيد الصحافي وعلى صعيد الاخراج؟ اوكي سو هلا اللي عم بشتغل فيه اللي بيهمني مثل ما قلت انه وصل الصوت والقصه والوضع لبرا. سو يعني بهالشهر صار اشياء كثير، المرق صار اشياء كثير، يعني ما بعرف اذا سمعتي بس ربحت اوورد بلندن مع الجلوبال تريد تشامبر 100 سكسسفول ويمن ان بزنس فور 2022، وبعدين أخذت نتيجة سموني واحدة من العشرة influential women leaders ب 2022. ومن هلا الconference بلندن كان في ناس هناك من ال World Humanitarian Drive، هيدي organization international
بيشتغل obviously على اشياء انسانيه، وهني بياثروا كثير. عزموني بعد ما سمعوا خطابي بالتشامبر، عزموني تعمل خطاب قدام رؤساء. يعني last weekend بلندن عزموني اعمل خطاب عن لبنان وعن الشغل الفيلم لبريزيدنت برايم مينسترز current and former global institutions, princesses, prime minister, royalty. يعني أهم group يعني ever أنا حكيت قدامهم. والبسط فيه إنه هودي هالناس عندهم صوت وعندهم يعني يفرضوا رأيهم، رأيهم بهم يعني بيوصل للأعلى، يعمل مفعول، بيعمل شيء. وانا يعني وقت اللي عملت الخطاب تفاجئوا انه ما عارفين هالقد لبنان وصلت لهالدرجه، وما عارفين انه يعني انه اتس البوفرتي وصل ل 82% بالبلد بالعالم. يعني فسرت لهم بعدين يعني حكيوا وبدهم يساعدوا لبنان، بدهم يعزموني تروح على يعني على بلدهم تفهم الناس ببلدهم كمان، وما بس لبنانية، لأن اللي بيهمني لبنانية المغتربين واللبنانية هون مزبوط مهمين، بس أكتر شيء اللي بيأثروا بيساعدونا أكتر الإنساني الفيلانثروبيس والهيومانيتيريان اللي عندهم مستوى وعندهم مركز وعندهم صوت عالي، بيقدروا يأثروا على اليونايتد نيشنز، على الورلد بانك، على الاي ام اف، على الدولة البريطانية الفرنسوية الأمريكية، على الدولة. لأن إذا هودي هالناس العالي بيعرفوا شو عم بيصير وعم بيحكوا، معناتها لبنان لح يستفيد، لأن لح يعرفوا كيف يتعاملوا مع الشعب اللي عندنا هون اللي قاعدين بالكراسي. صحيح. وما رح يستغلون يعني ما رح يقدروا يكونوا مستغلين من هالشعب، لأن هودي السياسيين اللي عندنا ياهن هون بيحكوا شيء مثل ما قلت بيحكوا شيء، ويعني هودي السياسيين برا بدهم ياخذوا كلامهم، بس اللي بيهمني انه نوعيهم لهالمستوى. سو هيدا عم بشتغل فيه، وهلا عازميني لقدام تأرجع على لندن، عم نجرب نعمل افتتاح للفيلم أما عرض للفيلم للبارلمنت بريتش بارلمنت. عطوني جايزة هونيك كمان كتير ما بعرف لا بس يعني بس أنا هلا كمان عم بشتغل كتير. من هيك قلت لك إنه وظفت ناس هون يعني حتى تكويب، لأن عم برجع شو قررت إنه بعد الانتخابات قلت قبل ما كفي وجيب الفيلم على كندا وعلى أمريكا وعلى يوروب وعلى ساوث أمريكا، لازم كفي القصة لأن نعرف شو صار هلأ. عم بعمل مقابلات مع التغييريين، مع ناس بالفاينانس بالإيكونومي بالبانكينج، مع ناس إكسبرتس بال يعني بإشياء اللي عم بيصير بالبلد، وكمان عم بحكي مع ارجع عم بحكي مع الشعب لعم بدي فوت هيدي الفاينل تشابتر عن الانتخابات تقدر يعني فسر شو صار وكيف هالانتخابات اثر كثير وبلش تغيير منهم. صحيح. لان في كثير ناس بيقولوا انه ما صار شيء بعد عندنا زيت الناس، هذا الشيء بالعكس بكفي التغييرين، حتى لو كانوا 13 او 14 او 15 ماكسيموم بكفي هذا العدد لحاله وصل، وهذا بيعمل فرق كتير كبير. بس نقول لهم اعطوهم وقت لانه بكفي. yes. الوقت اللي فاتوا هن ما بيخلصوا، ساعه انتخابات رئيس مجلس، ساعه انتخابات نائب رئيس مجلس، ساعه انتخابات لجان، ساعه انتخابات كذا، وكله هذا الشيء كله ما عم بيودي للنتيجه، لانه كلهم بلا عازه هالانتخابات اللي عم بيصيروا بهالمجلس من وقتها. بس انه هن عندهم استعداد وعم يشتغلوا مزبوط على الارض وعم نشوف شغلهم على الارض، وبيستحقوا كل الاحترام والتقدير فعلا. yes. نعطيهم شوي وقتهم مزبوط لحتى يقدروا يحققوا اللي بدهم اياه، لانه نحن قلنا لهم نحن وصلناكم ونحن حنحاسبكم اذا لا سمح الله غلطتوا. وهن عن جد حاطين كل تقلهم لحتى يساعدونا ويساعدوا هالوطن، وبنعرف انه اشخاص
ديسنت وعندهم كل الشهامه والشرف بان القوه انه يقدروا يغيروا. خلينا نعطيهم yes. فرصتهم. ومش بس كمان المصيبه انه كمان كل ما بصير شغله كل ما حدا بيتفركش بسكروا لهم المجلس، بيقولوا بنلغي هالجلسه من اجل هالجلسه، يعني هيدي المصيبه الكبيره كمان. yeah. سو كمان ان شاء الله بيقدروا بيحققوا كل شيء بيقدروا يعملوه لانه عم يشتغلوا مزبوط من قلبهم وبكل قوه. yes. فالله يقويهم. وهون انا بدي اقول شغله كمان، يعني دايزي بدي لك برافو الف مبروك على كل الجوائز لانه كله بتستحقيه مينيموم، اقل شيء واحد يعمل لك يرفع لك الشابو لك شابو باي، يعني عن جد برافو لانه فعلا انت مثال مهم جدا على كل الصحفيات وكل المخرجات كمان اللبنانيات والعربيات بالعالم كله مش بس بالعالم العربي. نقول لك فعلا برافو لانه اللي عم تعمليه منه هين ابدا، عم تتعاطي مع اصعب الناس وباصعب الظروف باصعب الاوقات. ان شاء الله يا رب مثل ما هيك وصلتي مثل ما كان اناف فين فعلا وصل صوره لبنان بشكل مختلف، لانه كل الناس بس كانوا يعرفوا بالاخر اناف بس بلد الانفجار، انفجار بيروت يعني لبنان هيدا هو، ما بيعرفوا شيء ثاني عن لبنان. الحمد لله هلا على القليله فريق الباسكتبول وصلنا كبرنا قلبنا ورفع اسم لبنان بقصه الباسكتبول مع المنتخب اللبناني، فريق المايز رفع اسم لبنان على الصعيد على صعيد الفني وعلى صعيد الحضاري والثقافي كمان، وفعلا بنقول لهم تحيه كثير كبيره لكل فريق الباسكتبول مع الكوتش تبعهم ولكل فريق المايز ولكل هالصبايا الحلوين مع المايسترو تبعهم نديم. بقى برافو عليهم. وانت هون عم تجي على صعيد الاخراج وكمان الصحافه عم تعملي وظيفه كثير مهمه لانه هذا الشيء مش سهل، وبدنا بقى نوصل لكل الناس انه لبنان بلد ثقافي بيفهم حضاري، يعني عقله يعني كل شيء فيه بقلبه مهم وكل شيء مأمن له، هذا الشيء اهم شيء نقدر نعمله فعلا لانه هو بهلا عن جد باصعب الظروف ما بتصور يوصل ولا مره لهالمرحله الوائل هالقد منخفضين هالقد متدنيه، وعلى امل نخلص بقى ونرجع نطلع ونقلع اجرينا يا رب قريبا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. الورلد بانك قالوا عملوا ريبورت ريسنتلي قالوا انه الايكونوميك كرايسيس بلبنان هي يعني اتس ذا ورست كرايسيس ايبيك ايبيك كرايسيس، ما في بالتاريخ العالم بلد ما عم يمرق بالكرايسيس اللي لبنان ماشي فيه، يعني حرام نخلص بقى على امل عن جد تنفرج على هالبلد ويصير عنده اكيد اهم الامور اللي هو بحاجه لها واهم المقومات تبع العيش الكريم. انا دائما عم سميهم مش قصص ما حدا يربحوا جميلته، لا هدول الاشياء بيستحقون كل لبناني ويعيشوا بامان باستقرار وباطمئنان ويعيشوا بكهرباء بمي بدواء باهم اهم الاسم بيعيش بحاجه لها، الخبز الاكل المعيشه العاديه حتى التكنولوجيا الانترنت التليفونات كل هدول امور الامور البسيطه اللي هو حقه مصرياته اللي هي حقه بالبنوك يقدر ياخذها لانه كل واحد هذا الشيء اشتغل عليه بعرق جبينه وبتعبه مش سرقهم مثل هدول المجرمين اللي قاعدين على الكراسي. بقى انا بدي اشكرك كثير كثير دايزي واكيد رح نضل بلقاءات انا وياك كل الوقت لانه فعلا انت مسيرتك كثير مهمه وماشي معك خطوه بخطوه انا وياك على كل الاشياء اللي عم تعمليها وعم تشتغليها. برافو عليك كمان. بالجزء الثاني من اناف هذا الثاني ما رح نسميه اناف رح نسميه وصلنا رح نقول الحمد لله. مظبوط. رح نسميه برافو رح نسميه انه خلص قطعنا مرحله هذا هيك رح يصير او هالموفمنت تحرك وصل في شيء احسن بكثير رح يكون في فيري بوزيتيف اكثر بكثير من الاسم. فاكيد بكفي حضورك ووجودك وبكفي هالسبورت الكبير اللي عم تعطيه من قلبك للبنان، انت مثال على شخص عاش بالاضطراب كل حياته ورجع الى لبنان لانه مأمن بلبنان. اهلا وسهلا فيك الصحفيه والمخرجه دايزي جدعون وشكرا كثير لك. شكرا كثير. ثانك يو غدا. يا اهلا وسهلا فيك. لحتى تحضروا هاللقاء مع دايزي اكيد بدعيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لالي وانا بشوفكم بلقاء جديد. Thank you.